قيمة التعاملات في السوق السوداء للقنب الهندي حوالي 3000 مليون دينار، يعني تقريبا نحكي لهنا على عشر ميزانية الدولة التونسية للسنة الفارطة. شنو رأيك؟ شوف، احنا توا نعيشوا يعني اختلط الحابل بالنابل توا، يعني احنا توا في البريود الاخرى كي نقولوا مخدرات نقولوا الشباب التونسي، كي نقولوا تونس نقولوا نسبة كبيرة منها كلها شباب. الشباب يعني نطرحوا سؤال، يا لندرى الحكومة ولا الدولة التونسية زعما حاسة بالمشاكل العصيبة اللي يمر بها الشباب التونسي؟ سؤال آخر، علاش في البريود الأخرى في السنوات الأخرى في العشر سنين الأخرى تهاطل الشباب على استهلاك كل أنواع المخدرات؟ أنا في اعتقادي لابد أن تكون هناك أرضية، لابد أن تكون هناك حلول يعني فيت خط. إذا كان فما حاجة تهلك الحكومات أو البلدان هي المخدرات، إذا كان إنسان يوصل يتعاطى المخدرات يعني بالنسبة لي أنا يعني حياته تدمرت من كل النواحي، مش حياة الشباب، حتى العائلة، العائلة اللي عندها شباب زادت تتعب برشا. أما علاش كثرت؟ منين يجيبوا فيه؟ ما يفهم السوق السوداء اللي دخلنا بأي طريقة كانت. يا لندرى الحكومة التونسية توا زعما عوضا تخلي للمشاكل السياسية اللي احنا نشوفوا فيها ولات يعني صباحا ومساء وكل يوم أحد كما قال صغير ولد أحمد، يعني عوض نلقاو حلول جذرية ونلقاو خاطر شنو اشترى الشباب؟ عندنا شباب التونسي هو مثقف، هو أصحاب شهادة عليا، ما يشكو من البطالة، يعني هو إنسان يرمي روحه في البحر باش يموت، عارف باش يموت، علاش؟ خاطر لهنا ما فماش مواطن شغل، ولذا يعني شيء أسف. يعني ولي ودي بليس كو سا نسبة كبيرة في السنة شباب الكبير كله حرق وخرج، سوى يعني طب مهندسين في مختلف الميادين. أما شكون اللي قعدت توا؟ كثرة المشاكل، كثرة البركاجات، كثرة السرقات، هذا كله نسبة كبيرة من المخدرات. إذا كان الشباب يستعمل نوع ولا من أنواع المخدرات يعني إنسان يخرج من عقله، ما عادش يعرف حتى أقرب الناس ليه ما عادش يعرف. ولذا دعوة 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 يعني مني كتونسية للسلطة للمسؤولين باش يرفقوا شوية بالشباب التونسي خاطر ما يستاهلش هذا. والله ما عندي رأي بهالموضوع أصلا، على خاطر يلزمنا نحكوا على الـ على الـ على الكبار اللي يدخلوا فيها للبلاد قبل ما نقولوا الكمية وقبل كذا. شكون اللي قاعد يدخل فيها للبلاد؟ شكون اللي قاعد يضر في المجتمع بالمواد المخدرة هذه؟ وشكون اللي المسبب؟ ويلزم نرجعوا لأصل الحكاية باش نجموا نعالجوها. الكمية ماهيش مقياس، خاطر شو نقول لك، ماهيش مقياس الكميه اللي قاعده تدخل بالكم اللي قاعده الشباب تنضر فيه، سواء بالاستعمال، سواء بالعباد اللي اطفال صغار تتوزع في المدارس وليت، وهذا الشيء معلوم للناس الكل، تتوزع في الجامعات، شباب قاعد يدخل للسجون بسبب هالزطله هذه، سواء كنت مروج ولا سواء كنت مستهلك. في بلاصه ما نحاسبوا هذوما الصغار قاعدين يتهلكوا بهالامر هذايا، وفما عباد قاعده تشد الحبوسات، نلقوا حل مناسب وسطي على الاقل كما سمعنا قبل وقالوا انه ما عادش يشدوا الحبس هذوما الناس اللي يستعملوا، ما نقولوش على المروجين. في بلاصه العام والفيسبا تولي لهم خطيه ماليه ولا كذا، عليه الشباب هذاك الكل قاعد يتحطم يفوت على الحبس؟ زعما اذا كان دخل الحبس زعما باش يلقى رعايه باهيه بالحبس؟ ما هو باش قاعد يمشي من سيء الى أسوأ. كان يستعمل زطته يولي يتعلم يولي يتعرف على المروجين نتاع الزطله، خاطر شكون اللي مجدودين بالحبس؟ شكون الموجودين غادي؟ الموجودين غادي هم الرؤوس اللي قاعده تروج. لهنا نجوا لأصل المشكلة من بعد نحكوا على الكمية وهالأمور هذه. وما خفي كان أعظم، لأنه القنب الهندي أو المخدرات ربما اللايت اللي يسميوها، ما خفي في السوبيتكس وفي أنواع الحرابش وفي أنواع الأخرى أشد وأنكى وأدهى وأمر على ذوات الشباب خاصة، والناس اللي ما لقاتش حل لحياتها. نعم، هي تدوير دولاب كبير
هو من منتجات التهريب والتهرب والترهيب، مثلث برمودا، والآن أصبحت له أضلع عن ثلاثا أخرى، هي تدهور المقدرة الشرائية، التفقير معناها المدقع، وانسداد الأفق على الشباب، وبالطبيعة معناها ضياع ساعات العمل، طاقات اللي كانت تكون أجدى باش تنهض بالبلاد هذه وباش تقوي معناها الدخل الخام والدخل معناها الفردي للإنسان. شيء مهول، وهذا له أسباب عدة ويطلب وقت كبير ياسم وعالجته. كي نرجعوا معناتها هذا ثم ناس معناتها ما قبل الثورة وما بعد الثورة يسعولوا لحد الآن، معناتها باش يخلي المجتمع متهمش، وهذا صار تهميش وتيل 60 سنة ضرب معناتها تصحر إسلامي، معناتها تصور في وقت ما قبل الثورة معناتها ما المسجد عبارة كأنه لا يمثل كنيسة، معناتها تدخل تلقى صف أول فيه شيء رجال كبار ضربوا معناتها الشباب تضرب في صميم. وقت شوف تو كان تسألوا ها مجاب مش تسألوا على المخدرات، اسألوا قول له معناتها قواعد الإسلام قداش، ما يعرفش ما يجاوبش عليه ما يعرفش. هذا معناتها علاش قلت لك له أبعاد كبيرة ياسر، وإن شاء الله معناتها تصير معالجته. واليوم ثم ناس اللي مازال يحب يتمنى معناتها تخفيف العقوبات نتاعو ويحاول يسعوا للتخفيف، ومعناتها كاين هي معناتها كاين حاجه كارثه. بالعكس انا مع عكس تشديد العقوبات معناتها بالعكس، ولكن لابد من توفير الاسباب اللي هو باش ما عادش يتعاطاه، مش باش نخففوا له العقوبه نتاعو ولا ونزيدوا اكثر من هذا. نشوفوا الناس يلزم نضربوا على اكثر شيء على الايادي اللي قاعده هي لتدمير المجتمع، خاطر هذا اللي تجيب فيه ناس عندها غايات حتى في صلب الدولة، عندها غايات معينة، رجال أعمال ماذا بها الدولة تكون معناتها هاك. تشوف شكون أنت كي تفهم شكون اللي يحب عدم الاستقرار تعرف شكون اللي قاعد يجيب في الناس السلع هذه. الناس اللي تسعى لعدم الاستقرار وتسعى للفوضى هي تسعى وراء تخفيف العقوبات، تسعى وراء تدمير المجتمع، تسعى وراء جلبان الشيء هذه وتدمير الشباب. تدمير الشباب، ولكن إن شاء الله كما قال ربي سبحانه وتعالى يمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين، يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون. وقت تبحث شكون ضد الثورة وشكون عداء للثورة وشكون اللي اليوم ماهوش مستعرض بالثورة هما وراء الناس هذي. كيف ما قلت أنت، قلت فما ناس اليوم قاعدين يدعيوا باش يتغير القانون نتاع زاتلا قانون 52. لهنا باش نحكيوا على كريم شعير. كريم شعير هذا ناشط في ائتلاف الكرامة، قاعد يدعو من أجل تقنين القنب الهندي. هو الله أعلم هو كيفية شنو، ربما بان نظر نظر لهم النظر. هو يقول حبي زي الزاتلا معناتها ربما تولي، لكن ربما هو راها معناتها قاعده تتعطى تحت التراكني حبه ربما والله اعلم. هو يا ولدي انا ضد بصفه عامه، ضد اي حاجه اللي باش تدمر المجتمع باي يمكن باي فكره اللي هو يتصورها في مخه. نصيحتك للشباب اليوم؟ نصيحتي للشباب انه اول حاجه يحاول يسعى بكل وسعه، يحاول يبحث، يحاول ما يقبلش الأفكار اللي يحاول يسعى باش يتعلم. يحاول أول حاجة والديه يكتب عليك، أول ناس اللي تحبه راه والديه قبل بدرجة أولى، ما ثماش حتى واحد يحبه كيمشي غلطه، ما ثماش واحد بخلف والديه. اثنين هو بذاته الحمد لله كنت قاعد نشوف جيراسيون فائقة، هو بذاته يبحث على المعلومة، يبحث ما يحاولش يقبل لك هو ياخو، لا يبحث، خاطر عندما البحث يوجد طريق للصواب ان شاء الله. كي نقول لك 3000 مليون دينار اللي نقول لك تقريبا عشر ميزانيه الدوله، راهو قاعدين بريسك زوز ملايين قاعدين يتعطاو في المخدرات. شوف انا قلت 3000 مليون دينار بالنسبه لينا الكل ماشيين المخدرات، كله ماشيين اصحاب المناصب والمكاسب، فهمتني؟ كله ماشيين غاديك، مش قاعدين يعملوا لنا في حل، ماهمش لاقيين بالشعب، ماهمش لاقيين بالشباب، ماهمش لاقيين بحتى شيء. هما يحلوا مشكلتهم وهما يخدموا البطاله اللي قاعدين اكد ماني قادش عندنا من البطاله دوك تخدم فيهم 80% وكانت تحل 80% مشكله تتحل، ما فماش اكثر من هذا. اما هما قاعدين يخدموا ورئيس جمهوريه فمو ساكت بينك، راهو الشعب حتى كرئيس جمهوريه اختارتك الشعب باش تحل لنا مشكلتنا، باش تجيب لنا استثمار. انت اذا جبت استثمار لحلت لنا مشكلتنا، والاخرى تعمل مشكله غالي، والاخر يعمل مشكله غالي، والاخر يعمل مشكله غالي، وانت ساكت تحل لنا مشكلتنا.
يتو انا واحد من الناس نسمى خلط العمر ما عادش يهمني، لكن فما شباب قاعد يضيع تو، علاش تضيع فيه شباب؟ شكون يضيع فيهم؟ هم يضيعوا في رواحهم، انتم تضيعوا فيهم، مسكر عليه البيبان، اجي لهنا ما تمشيش، رجع غدوه، مرتب، مش غادي الحل. وفر له خليه يخدم على روحك الشباب هذاك، تو البلاد تخدم تولي لابسها عليها، تو التوانسه كلهم اللي يحبوا بعض، راهو قاعد يبعدوا فينا، راهو يعملونا في فتنه، راهو يعملونا في فتنه بالشعب. بني. انا هذا قاعد نشوف شنو تحكي لي على الزبده ويحكي لي على الواحد، يا اخي هما ما يحبوهاش، هما يحبوها الحكايه هذيك، هما قاعدين يلزموا فيهم الشباب هذايا، هما يردوهم يعملوا في الزطله، هما يعملوا في كذا كذا، ما ساعدناش لما حال احنا كي. اما الله غالب دوله لزتهم، عندي انا الدوله لزتهم. المخدرات بشتى انواعها قاعده تروج اليوم للشباب الصغار، من اللي يقرا تلقاه في الكوليج كما كنت تحكي، تتروج له في المعاهد، حتى في المدارس، لين يكبر تلقاه يستهلك. شكون اللي عنده غايه باش يعيش الشباب مخدر؟ الغايه واضحه برشا وجليه، اللي عندهم غايه اللي اصحاب هم المستكرشين، اصحاب رؤوس الاموال الكبار، رجال اعمال الفاسدين، اللي عطيه يربح سواء في صحه للشباب ولا الاولاد ما يهمه بحتى شيء، عطيه يعيش هو لاباس وما يخممش في صحه المواطن، هذيك تو سامبلومون. الفلوس هذه 3000 مليون دينار مش كان مشات لدين الدوله واستغلتها في حاجه تنفع البلاد خير؟ هو صحيح، اما عطيني شكون في الدوله عندك فيه مازال الثقه باش يمشي بامور الزطله هذا بشكل قانوني؟ شكون اللي عندك فيه ثقه؟ سامحني ما فما حتى ثقه بحتى مسؤول في البلاد.